السلام عليكم حبايبتي، مرحبا بكم. انا اليوم ان شاء الله راح ندير طاجين بالسباس بالحمص مجمر في الكيكوطا، يعني بلا لحم اقتصادي. هنايا درت ان كوكوط، درت فيها ملعقه سمن وشويه زيت، حوالي 2 ملاعق زيت. هنا عندي بصل، 3 حبات بصل قطعتهم هكا. بسم الله. نخلي البصل تاعي مليح. البصل تاعي يتقلى. هنايا ندير فلفل عكري اللي هو بابريكا، ملعقه يعني كبيره مش معمره مليح. وهنايا ندير ملعقه تاع طماطم صبره تتقلى في الزيت مع البصل باش تعطي مذاق شباب. يعني هالطبق ما فيش لحم، انا غادي نقلو مليح الخضره تاعنا. ملعقه مصبره كبيره تاع طماطم عاونا. وهنايا عندي بطاطا اللي قطعتها هكا الطول، نديرها هنايا. نخليها تتقلى مليح مع البصل. ندير الملح الملح فوالا، ندير الملح يعني حوالي نص ملعقة صغيرة، يعني مش بزاف، يعني مش محلو كما تشوفوا. فوالا ندير فلفل أسود، ندير شوية تاع الثوم بودرة ولا الثوم الآخر، انا ندير بودره غير شويه ماشي بزاف. ندير وحده تاع الرند، فوالا غسلها. الرند هنايا ندير كركم، حوالي نصف ملعقة صغيرة، أنا عيني ميزاني فوالا كيما هاك. وهنايا 3 حبات بسباس، 3 بسباس اللي قطعتهم هكا طول، نديرهم يتقلو هنايا. وهي الطاجين بطاطا بسباس والحمص فغيمون يجي بنين بزاف بلا لحم، خلهم يتقلو. هنا ندير الحمص، غرفية تاع حمص، غرفية تاع حريرة. وهنايا عندي خليط بين القزبر والمعدنوس، يعني غير شوية ماشي بزاف، نديرها يتقلى هنايا. تبغوا ديروا مرق الدجاج تجيو تزيدوا، انا خلي غير كيما هاك يجي بنين كيما هاك. فوالا خليه هنايا. وهنايا لك انا ما عنديش طماطم الحبه مش متوفره عندي، انا غادي نبلاسيها بهاد لا طوماط الكونكاسي هادي تجي هكا. نتوما لك عندكم طماطم الحبه من الاحسن ديروا 3 حبات ولا 2 حبات كبار، ربوهم وديروهم. انا ما عنديش متوفره عندي كما قلت لكم، غادي ندير هذه، يعني ندير غير نص العلبه، يعني قاويه هذه باش تكون طال الحبه. من احسن حبه بغي مطيطها مذاق شباب. فوالا خليها تقلى شويه الطماطم هذه، ومن بعد نمرق الماء كما كنتوا تلاحظوا معايا راه يغلي منا. وهنايا غادي نمرق بسم الله، يعني ماش مرق بزاف، ما نديرش الماء بزاف، ندير غير شويه ماء. هذا مكان ما نكثرش، هذا مكان
كيما هكا يعني طبق مجمر. هنايا غادي نبلي على كوكوط تاعي ونخليها يعني واحد 20 دقيقة ولا هذا مكان، يعني البطاطا بالخف طيب بس بالخف يطيب، مش باغي نخليها تما تترون حتى ربع ساعة 20 دقيقة على كوكوط طيب بالخف. ها هينا المرقة تاعنا ونشوفوها ان شاء الله واجدة. فوالا حباباتي ها هو الطبق نتاعنا كما كنت تلاحظوا معايا، يعني سريع بنين بزاف، يعني طقته تحسب درت معاه اللحم، يعني خليته 15 دقيقه كل اخت الكوكوط تاعها ولا يعني البطاطا لا طيب ولا ما طيبش. هذه هي ان شاء الله الطبق يعجبكم وان شاء الله تجربوا وتخلوا تعليقات، ودروا حباباتي تهلاو في رواحكم، تلاقوا ان شاء الله في وصفات اخرى، والسلام.